أرسطو أعظم فيلسوف وعالم في كل العصور القديمة، هو اللي أسس علم المنطق، وهو الذي أثرى الفلسفة، ساهم بكثير من المبادئ والملاحظات في كل العلوم الإنسانية. ولد أرسطو سنة 384 قبل الميلاد في مدينة في ولاية مقدونيا. كان أبوه طبيب مشهور، وفي عمر 17 سنة كان في أثينا عشان يتلمذ على يد الفيلسوف العظيم أفلاطون. أرسطو تعلم الملاحظة والبحث من والده، وتعلم التأمل والتفكير الفلسفي من أستاذه أفلاطون. مات أرسطو في منفى وعمره 62 سنة. ألف أرسطو 170 كتاب، احتفظ التاريخ ب47 منها بس. عدد هذه الكتب مو مهم، إنما الأثر العميق اللي ليس له مثيل في تاريخ الحضارة الإنسانية هو اللي له الوزن والقيمة. كتب عن الفلك وعلم الحياة وعلم الأجنة والجغرافيا والجيولوجيا والفيزياء والتشريح ووظائف الأعضاء وكل مجال من مجالات العلوم في ذاك الوقت. أبحاثه العلمية تضم اللي جمعوا كثير من مساعديه في ذاك الوقت، لكن النتائج هي من استخلاصه وصياغته هو، وترجمت مؤلفات أرسطو لكل اللغات.